صرحت سفيرة تشيك بالقاهرة فيرونيكا كوخينيوفا أن مبيعات البرامج السياحية لمصر في التشيك ارتفعت في الفترة الأخيرة، وذلك بفضل الترويج الجيد لها والتكلفة المنخفضة. وقالت سفيرة التشيك أن بلادها لم تلغي أي رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، ولم توصي مواطنيها بعدم السفر إليها أو أي من المنتجعات السياحية في مصر. وأكدت السفيرة استمرار الرحلات إلى مدينتي الغردقة ومرسى علم، مشيرة إلى أن التشيك تحتل المرتبة الثالثة في أوروبا من حيث عدد السائحين القادمين إلى مصر.